بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد ورسول. بحمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى اتممنا على اختصار شديد ما تعلم بكتاب الطهارة. In dem, was wir in der letzten Stunde gemacht haben, und zwar das Kapitel Reinigung. Nein. Oder Reinheit. نأتي الآن إلى كتاب الصلاة. Nun kommen wir zum Kapitel das Gebet. الصلاة فريضة ونافلة. Das Gebet unterteilt sich in zwei Teilen, Pflicht und نافلة, also fakultativ. وسنتكلم عن أشياء يعني متعلقة بالصلاة كمواقيت الصلاة والإمامة والمساجد وغير هذا. نعم، لدينا صلاة فريضة. ما هي؟ الفجر والظهر والعصر والمغرب. الصلوات المفروضة الخمس. صلاة الفجر ركعتين. وصلاة الظهر أربع ركعات. والعصر كذلك أربع. والمغرب ثلاث ركعات. والعشاء أربع ركعات. هكذا تصلى وأنت في بلدك، لكن متى خرجت عن بلدك وسافرت تقصر ماذا؟ الرباعية فقط، تقصر الرباعية، كل صلاة ذات أربع ركعات تقصرها إلى ركعتين في السفر، يعني الفجر تبقى كما هي، الظهر والعصر والعشاء تقصر، الفجر والمغرب لا تقصر. هل يقصر المريض؟ لا. المستحاضة؟ لا. من يقصر؟ يقصر الرباعية المسافر، الرباعية، نعم. وممكن يعني بشروط أن يجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم في أول وقت في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر. Ist aber manchmal, dass man zwei Gebete, also zum Beispiel weil unterwegs ist, dass man zwei Gebete zusammen beten, also unterwegs verkürzt, entweder vor, also durch und nach zusammen vor oder nach. وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء إما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، إما جمع تقديم يقدم العشاء مع المغرب أو يؤخر العشاء المغرب مع العشاء، جمع تأخير. Genau, das ist auch manchmal, dass man auch Maghrib und Isha später betet oder früher. متى له أن يجمع بين الظهرين والعشاءين؟ نعم. Wann darf man die zwei Gebeten zusammen, also Dhuhr und Asr zusammen, Dhuhr und Asr? هذا يسمى على التغليب الظهرين، يعني الظهر والعصر. ومتى له أن يجمع بين هذه الصلوات؟ يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ليس الأربع كل. Wann darf man dann auch genau praktizieren, dass man das Maghrib, Dhuhr und Asr zusammen betet und auch Maghrib und Asr später betet? المسافر. Der Reisende. والمريض. Der Kranke. ومن كان عليه حرج شديد في أداء الصلوات في وقتها. Und wenn es noch Bedarf besteht, dieses Gebet, sag ich mal, zusammen betet oder zusammenfasst, ما هو الحرج؟ الحرج كان لديه مريض. وهو يعطي هذا المريض الدواء وما يستطيع أن يذهب للصلاة، وإذا ذهب قد يموت هذا المريض.
فهو الآن لديه حرج، فله أن يجمع بين هذه الصلوات التي تجمع. نعم. لكن هذا الشيخ قال اليوم هذه الأيام النهار قصير وأنا أريد أنام وأرتاح في النوم، فأجمع العصر مع الظهر جمع تقديم وأنام، هل لي هذا؟ نقول لا. أين الحرج؟ قال الحرج أريد النوم. نقول لا. نعم. ولا بد من الصلاة في وقتها. يحرم عليه أن يقدم الصلاة عن وقتها، يصلي الصلاة قبل الوقت. أو يتعمد إخراج الصلاة عن وقته. ولا بد في هذه الصلوات المفروضة الخمس أن تصلى جماعة على من؟ على الرجال البالغين القادرين. Es ist aber Pflicht für alle Männer, die fähig sind, die gesund sind, die auch keine Notfälle haben, das Gebet in der Moschee zu verrichten mit Jamaa. ويعذر من حضور الجماعة المريض الذي يشق عليه حضور الجماعة لمرض. Jemand, der krank ist, darf aber zu Hause das Gebet verrichten, nicht unbedingt in der Moschee. والمرأة. Und die Frau. نعم. أيضاً لابد في هذه المساجد من أمور. لابد في الصلوات هذه المفروضة الخمس من أذان وإقامة. وأن يتولى الإمامة أكثر الناس قرآن، أقرأهم لكتاب الله، كثرة الحفظ وإتقان القراءة. Jemand, der schon mal die Leute führen wird als Imam des Gebets, muss auch in der Lage sein, besser sein als andere, dass er schon Koran gut zitieren kann und. ولا يمكن أحد أن يتعدى على الإمام. Niemand darf von seinen Rollen als Imam übernehmen, wenn er in der Lage das zu machen. أو يقيم الصلاة. Oder selbst man macht sich selbstständig und das wird allein verrichtet. أو يسابق الإمام. Oder wenn er schon mal die Rituale, die Gebetsrituale einfach früher als der Imam verrichtet. أو يتأخر عنه، يعني يظل ساجد يدعو وهذا الإمام يقول قد رفع له دقائق. يتقدم الإمام ويتأخر المأموم. تراس الصفوف، لابد من تراس الصفوف. تراس الصفوف أولا قرب الصفوف من بعضها وأن تكون مما يلي الإمام. ولا بد من سد الفرج. ويتقدم الرجال ويتأخر النساء. لكن عند الضرورة وعند الزحام الشديد لو لم نجد مكان وصلى الناس أمام الإمام صحة الصلاة عند الضرورة، كما عندكم مثلا في يوم الجمعة. Beitragsgebet, wo schon viele Betende da sind, dürfen Hartz-Betende vor dem Imam beten.
هذا ما افتى به شيخ الاسلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمه الله الجميع وغيره. Diese Aussage haben große Gelehrten wie Sheikh al-Uthaymeen getroffen. Und Sheikh al-Islam. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. نعم. لدينا أوقات نهي. هذا لا يمكن أن يصلى فيها النفل المطلق. نعم. Es gibt auch bestimmte Zeiten, in denen auch uns verboten sind. extra nafilah zu verrechnen, also die Gebete zu verrechnen. لكن تصلى فيها الفريضة. Aber in diesen Zeiten darf man auch pflichtige Gebete verrechnen. تحية المسجد. Begrüßung zu der Moschee. كل ما له سبب كصلاة الاستخارة أو ركعتي الطواف. Zum Beispiel Tawaf, Rakat machen oder استخارة oder bei استخارة. Bitte flehen oder flehen bitten. نعم أوقات خمسة أوقات النهي خمسة أوقات التي يمنع عن النفل المطلق فيها خمسة من تسليم الإمام من صلاة الفجر إلى بداية ظهور قرص الشمس ومن ظهور القرص إلى أن يرتفع مقدار الرمح يعني يكون قرص الشمس ليس أمام المصلي إذا ارتفع هذا الوقت الثاني في النهي. Wenn die Sonne direkt über dem Kopf des Menschen steht, إذا ارتفعت يعني لا يعتبر أنه يصلي إليها هي فوق يعني يرفع إليها بصره أمام ليست أمام ويسجد ويركع لها هي مرتفعة إذا كانت أمامه هذا وقت النهي يقدر تقريبا هذا الوقت من ظهور القرص إلى أن ترتفع يقدر هذا الوقت تقريبا من ربع ساعة إلى 20 دقيقة من أين؟ من وقت ظهور القرص ليس من تسليم الإمام نعم الوقت الثالث قبل صلاة الظهر يعني تقريبا قبل أذان صلاة الظهر بربع ساعة تقريبا وهو الوقت الذي تكون فيه الشمس فوق رؤوس الخلائق نعم لأنها تطلع من هنا وتبدأ بالطلوع إلى أن يكون لا ظل للأشياء هذا وقت النهي فإذا زالت الشمس يعني بدأ الظل أول الأمر كان الظل من هنا إذا بدأ الظل يخرج من الناحية الثانية هذا وقت الظهر فإذا أصبح الظل مثل الأشياء يعني طول هذا الشاخص وهذا العمود ثلاثة أمتار والظل ثلاثة أمتار هذا وقت العصر من شاطم هذا عمود أو هذا أي شيء شاخص إذا كان طول هذا ثلاثة أمتار والظل ثلاثة أمتار هذا وقت صلاة العصر. Wenn der Schatten genauso groß wie die Gegenstände oder wie der Menschen, dann bedeutet das, dass die Zeit des Hasgebets schon angefangen ist. فإذا سلم الإمام من صلاة العصر دخل الوقت الرابع. Wenn der Imam von dem Hasgebet fertig ist, dann kommt die vierte Zeit. Dann kommt der Gebet am vierte Zeit. Die vierte Zeit. إلى أن تدنو الشمس من الغروب. Bis die Sonne ganz nah zum Sonnenuntergang ist.
الوقت الخامس من دنو الشمس من الغروب إلى أن تغرب. Der Punkt der verbotenen Zeit, in dem man auf das Gericht berichten darf, wenn die Sonne kurz vor dem Himmel gegangen ist. فإذا غاب قرص الشمس إذا غاب قرص الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار هذا وقت المغرب. Wenn die Sonne komplett verschwindet, dann beginnt der Nacht. Die Nacht. فإذا غاب الشفق هذا وقت العشاء. إذا غاب الشفق الأحمر هي الحمرة التي تتبع مغيب قرص الشمس. إذا غاب الشفق الأحمر وهي الحمرة التي تتبع مغيب قرص الشمس إذا غاب وانتهى وذهب وجاء الظلام هذا وقت العشاء. Wenn nachts rot komplett verschwindet, dann beginnt abends Nachtgebet. عند المحدثين إذا كان المحدث يسمع من غيره هذا معناه أن المحدث هذا ضعيف لأنه قد يقول له شيء خطأ ويقبل هذا خطأ ويقوله ما يصح. نعم، فما لا تقبل التلقين، مفهوم؟ نعم. قال هذه ما ترجم. قال أيضا لدينا مع بعد الصلاة المفروضة صلاة الجمعة. نعم، صلاة الجمعة لابد أن تكون في استيطان لا في سفر، يعني يكون باقي في بلد غير مسافر. نعم. نتوقف دقائق نراجع ثم نرجع إلى الجمعة. نعم. توقف هذا. نعم. طيب.